انا اتمنى ندعو الله سبحانه وتعالى ينصرنا عليهم ان شاء الله، والزوجه ندعو ربي ان شاء الله يفتح علينا ويدي هذا السائق نتاع الكلاب، هذا خيان. بالنسبه للحراك تاعنا راه متواصل، نفس المطالب وهي رحيل النظام. دونك هذه الجمعه كسائر الجمعات الشعب الجزائري راه يخرج في مسيرات سلميه حضاريه ينادي فيها بالفساد وينادي بالوحده الوطنيه.